السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. مرتضى منصور واستمرار عقدة محمود الخطيب. يوم بعد يوم مرتضى منصور ما تعرفش، التناقض غريب يعني مرة يقول لك مش هنجيب سيرة محمود الخطيب، ويقول لي جماهير نادي الزمالك اوعوا تنساقوا ورا الكلام بتاع الفيسبوك عشان ما تحصلش فتنة، ومرة يقول لهم اعملوا هاشتاج من يترك محمود الخطيب والجماعة الإرهابية، ومرة يقول لهم شيء الأغرب اللي ضحكت عليه جدا جدا جدا، اللي بيقول لك محمود الخطيب باع نفسه علشان عمل إعلان شيبسي. الإعلان ده إعلان جميل جدا وأنا بحبه جدا من كابتن محمود الخطيب، مش بس الإعلان ده، الإعلان بتاع اطلع يا لورد يا لورد انزل يا لورد، إعلان مواس يعني. كابتن محمود الخطيب معشوق الجماهير. أولا علشان أجيب واحد يبقى يعمل إعلان أكيد هجيب واحد عشان أروج للإعلان ده شخصية محبوبة، يعني صاحب المنتج والشركة اللي بتعمل إعلان بيجيبوا شخصية تخلي ترغب الناس في شراء المنتج. فلما يجيبوا الكابتن محمود الخطيب ده قيمة وقامة وتشريف للإعلان، دي حاجة. الحاجة التانية يقول لك باع نفسه عشان يعمل ياخد 5000 جنيه، أولها هل العمل عيب؟ دي حاجة. هل إن ربنا سبحانه وتعالى إداله موهبة وخلى زرع في قلوب الناس حب الكابتن محمود الخطيب وجعل ده سبب إنه لرزق ده عيب؟ هل الكابتن محمود الخطيب عمل إعلان خمور؟ قال الكابتن محمود الخطيب عمل اعلان حشيش مخدرات؟ مش فاهم يعني ايه. بقى بمناسبه الاعلان ده بتاع الشيبس اللي ذكره مرتضى منصور، الكابتن محمود الخطيب اتكلم عنه وربط ما بينه وما بين الفلوس اللي رجعها. كان بيتكلم في حوار عن الفلوس اللي رجعها لما اشتغل مدير كوره او مدير المنتخب الفني مع فاروق جعفر، وكلنا عارفين القصه، وان هو ما قبلش ياخد فلوس راتبه يعني المتفق عليه، لان انا قال لك انا حاسس ان دي هي انا ما اشتغلتش بيها او ما افدتش بيها حد او ما اضفتش حاجه. واتكلم وقال في نفس الوقت ده الشيك بتاع الفلوس بتاع الاتحاد الكره اللي اتبعتت له معاه وهو كان في امس الحاجه ليها يعني. فقعد بيتكلم هو وزوجته يعني، فتفاجئ ان في تليفون جاي له انه هيعمل اعلان بنفس النص اللي قاله محمود الخطيب، هيعمل اعلان بنفس قيمه الشيك اللي هيرجعه لاتحاد الكوره. فده ربنا سبحانه وتعالى في نفس التوقيت اداله فرصة انه يعني فلوس محتاجها بس جات له من طريق تاني، وفي نفس الوقت رجع. لو الكابتن محمود الخطيب بيبيع نفسه مرتضى منصور ما كانش رجع فلوس الست شهور اللي اشتغلهم مع المنتخب الوطني يا مرتضى منصور، دي حاجة. اما بالنسبة لقصة باع نفسه، انت راجل محامي، ممكن تجي لك واحدة في قضية دعارة، ممكن يجي لك واحد في قضية مخدرات، ممكن يجي لك واحد قاتل، وممكن تدافع عنه على حسب رؤيتك وبتاخد مقابل دفاعك عنه. انت قلت فيه وضربت امثله كتير، مش عايزين نعيد باسماء ناس معينه وممثلين. انت لما تاخد كده بعت نفسك بقى لشبكات الدعاره، بعت نفسك لشبكه الاجرام اللي هو القاتل، بعت نفسك لتجاره المخدرات. ايه المنطق؟ ايه المنطق بكده؟ مش فاهم يعني. راجل بيعمل عمل شريف وارته، بيقول لك ذيعوا الاعلان، بيقول لهم ذيعوا الاعلان بتاع اللورد وانا هدفع. طب يا ريتك تذيعته والله، الاعلان ده وحشني جدا. واعلان بتاع الشيبسي والكابتن محمود بسم الله ما شاء الله عليه، صورته كابتن محمود الخطيب بتظهر على الشاشه بتصير بهجه، بتخليك سعيد. لما تشوف انا واحد من الناس لما اشوف كابتن محمود الخطيب على الشاشه بحس براحه نفسيه، بحس بهدوء غريب، بحس بسعاده غريبه لما اشوف وجهه وشه بس شكل الكابتن محمود الخطيب. ربنا يديم عليه نعمه يا رب حب الناس، اللهم امين يا رب العالمين. ده بالنسبة لكلامه عن محمود الخطيب. اتكلم برضو مرتضى منصور عن، قال لك دي حملة إخوانية حملة إخوانية ممنهجة ضد مرتضى منصور. اللي بيحصل يقول لك مش عارف أحمد جمال والزمالك ترجم، وشفته بقى المحامي بتاع الفيفا كريسب ده اللي هو محامي نيمار ومحامي ممدوح يا حبيب قلبي، لما تبقى قضية زي ما أنت هنا في مصر، مين اشهر محامي مثلا في قضايا مش عارف الجنح ولا الجنايات ولا ايا كان، ممكن اسمك يبقى مطروح فيه. لما بروح في الفيفا مين اشهر محاميين موجودين بيتعاملوا مع الفيفا او لهم خبره
في القضايا الخاصة بالمحكمة الرياضية الدولية أو الفيفا. كريسبو ده واحد منهم، هتلاقي عددهم محدود. النادي الأهلي ما هو بيتعامل مع محامي سويسري، ممدوح عباس ممكن كان بيتعامل، ناصر الخليفي، السنغال، ما هو ده يبقى في شوية تعقل. ممكن يكون في ثلاثة أربعة هم معروفين مشهورين، هم اللي بيتعاملوا مع الفيفا ولهم خبرة في التعامل ده، كلهم أجانب. ما أنا مش هاخدك أنت قدام الفيفا، مش هاخدك وأقول لك تعالى اترافع قدام الفيفا. فلما يجي ويقول لك شفت المقرص هو محامي مش عارف مين، طب ما ممكن يكون ده في يوم من الأيام يبقى محامي النادي الأهلي، يبقى النادي الأهلي مشترك في المؤامرة. يا جماعة مش كده. ده بالنسبة لمرتضى منصور، وقال لك دي حملة ممنهجة ضد الدولة وضد مرتضى منصور وضد مش عارف إيه، والسبب الخطير كلمته في البرلمان. يعني السبب الخطير كلمته في البرلمان. يعني حتى ده كلمته في البرلمان دي من 3 4 ايام، والشتايم والاتهامات والمؤامرات واللي هو عمله ده قبل القصه بتاعت البرلمان. ومره يقول لك دخل على الكلمه 16 مليون، تاني يوم 20 مليون، النهارده 24 مليون، الكلمه بتاعته هي اللي عملت ده كله. والله يا جماعه تموت على نفسك من الضحك. مش هتمنع، مش قال لك مش هتقدر تمنع ده. قال لك ايه؟ بيقول لك شوبير كان بيقول يعني كلام احمد جمال، وشوبير زي ما هو بيقول يعني على لسان مرتضى منصور انه تنصل من احمد جمال ده، قال له لا هو شغال معاك بالعافيه بالاكراه. ما هو شوبير لما يتنصل دلوقتي هنلاقي مين هنلبس الكلام اللي قاله احمد جمال ده في رقبه مين؟ لازم يبقى في حد موجود. يعني قال لك اي حد بيهوه وما تردش عليه. واحمد سعيد اللي هو شتم خالد غندور ده جه وبس راسي، في ايه؟ احنا في دولة ومش دولة والكلام ده كله. وبعدين قال لك قفل المكالمة اصعب وراح متصل تاني. ما كنت هعمل فيديو لما بس فكرت قلت اكيد هيتصل تاني. قال لك انك فاحمد جمال كان بيقول الازمة ومنع للازمة واحنا لازم نهدي وما نهديش. طبعا هو بيقول حاجة ومرتضى منصور يدخل يهد كل اللي بيقوله، وحاجة غريبة يقول لك نهدي. ومستشار مرتضى كان قال قبل كده صريح انه يقابل الكابتن محمود الخطيب ياخده بالحضن ويبوسه والموضوع ينتهي. قال لك دخل مرتضى منصور لما دخل اوعى تقول مبادرات تانية يا احمد يا جمال، انا لا شفته لا هبوسه ولا هسلم عليه ولا انا مش طايقه انا مش عارف ايه. واتكلم شويه عن سد النهضه وقال له ما فيش وقت للكلام ده محمود يا خطيب، ايه القرف ده؟ مفيش وقت للمناغشات والكلام والقضايا، انت بتشتمني وتهاجمني وسب وقصف واختي ومش عارف ايه، ومرفع قضايا تقول مفيش وقت، تروح مدخلني شويه في سد النهضه. اتكلم شويه عن سد النهضه يقول لك احنا في الدوله مفيش وقت للكلام ده، الاخوانجيه خطيب اللي معاك ومفيش وقت للاخوانجيه خطيب اللي معاك. يعني بتعمل خطيب امبارح انه اخوانجي والنهارده كل اللي حواليه كلهم اخوانجيه، هو احنا عندنا وقت نعمل قرف وفتنه بين الناديين؟ شيء غريب يا اخي. وشويه يقول لك انا مش هتكلم عنه، وشويه يروح داخل في الخطيب شمال، شويه لا مش هنجيب سيرته تاني، وشويه في الحلقه بتاعت النهارده مش من زمان يعني قال لك اللعب بالنار هيولع فيك يا خطيب، عشان كده بقول لك ما تتكلمش عنه تاني يا احمد يا جمال. جيب سيره الخطيب. حلو، من فضلك يا جمهور الزمالك ما تتجرش في ورافتنا انك تشتم الاهلي، الخطه الاخوانيه اللي راسمها سيد عبد الحفيظ والاخوانيه اللي حوالين الخطيب بعد ما كان بيقول ما تجيبش سيرته تاني يا احمد يا جمال. قال له رئيس النادي بتاعك هياخد حقك يا جماهير نادي الزمالك. ومعظم جماهير نادي الزمالك ضد افعال مرتضى منصور، وفي بعض الجماهير نادي الزمالك المحترمه بتخش على الفيديوهات الخاصه بهجوم مرتضى منصور بتعتذر للكابتن محمود الخطيب. هو متصور ان جمهور الزمالك كله مؤيده في البلاد بعض، لكن الاكثريه من جماهير نادي الزمالك بعضهم ناس محترمين كتير جدا، عارفين اللي بيعمله مرتضى منصور غلط وهيودينا كلنا في ده، هيودينا في ده، هو سبب الفتنه. قال له اقسم لك بالله خطيب ممكن اجي. قال بيتكلم بقى بيقول لك انت دلوقتي لما عملت البيان اللي انت قلت اشتكيتني فيه لديوان رئيس الجمهوريه والنائب العام والكلام ده كله، وبتحرض وفي البيان بتاعك قلت لو ما جبناش حقنا بالقانون هنتصرف. الخطيب عمره ما قال كده. الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي لما طلع بيان قال لك تسالوا ما هي الطرق البديله للقانون اذ لم نحصل على حقنا، بيسالوا الجهات ما قالوش هنحرض لكن التحريك. يا راجل ده مستشار دخل واحد منهم على مع احمد جمال بيقول لك كلام احمد جمال ده اللي هو شغال مع احمد شوبير بيقول لك ايه؟ كتب بوست احنا استشفينا منه انه بيحرض ضد مرتضى منصور. قال لا لا استشفيت ايه؟ يقول لك حرض بطريقه غير مباشره. طب ما تكتب لي اي واحد من حضراتكم دلوقتي ممكن يكتب لي اي حاجه وانا اقول لك عليه الكلمه دي شفره معناها كذا، الكلمه دي مش بنفتش في قلوب الناس وفي نوايا الناس. واحد كاتب بوست يقول لك لا ده بيحرض على مرتضى منصور بطريقه غير مباشره، ايش عرفك؟ ايه دليلك يا سيدي؟
انا مكتب لي اي كلمه اقول لك بحب، لا عكسها كره انت بتكره، اقول لك محمد يقول لك لا ده يقصد مرتضى منصور، اقول لك حسنين يقول لك عبد يا عم في ايه ده احنا بقينا لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، احنا خلاص احنا خلاص. وبعدين كل اللي بيطلعوا مفيش تجديد، في حاله من الفلس الاعلامي، مفيش تجديد، كله بقى نسخه من مرتضى منصور زي ما قلت لحضراتكم، حتى اللفظ الافاق بص يا بيه، حتى كل الكلام هجوم على احمد على شوبير وعلى الخطيب ومش عارف ايه، وفتح ملفاتك الخطيب يا شوبير اولادك هينكسفوا منك، وما تتكسف ما تتكسفش الكلام ده كله. ومهم المستشار بتاع الحدث دي دخل قال لك احنا شفنا الكلام اللي مش قصه الترجمه اللي ترجمها احمد جمال، لا ده احنا دخلنا على صفحته واكتشفنا مش عارف ايه وربطنا بين مين ومين وعملنا مش عارف. يا عمي يا عمي يا عمي والله الواحد تعب، الواحد تعب، لا حول ولا قوه الا بالله. ده بعد ما جاء من كلام مرتضى منصور شويه يقول لك ايه هنهدي وما تجيب سيره الخطيب تاني، يروح لافف اوعوا ما تجيبش الخطيب، انا اعرف اخد حق من اجيب لك من مليون واحد اجيبه لك يا خطيب يجيبوك. ده من نوع ايه ده بقى؟ ايه الكلام ده؟ المهم عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا اول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.